لقيناها موجودين قبلنا، حنقول لك انا بالاسم مثلا، اي مثلا على سبيل المثال زهره مصباح موجوده قبلي، انا راني عن طريق صديق يعني، خدوجه صبري موجوده، ناس واجدين ممثلين شفناهم يعني. هذوما تعرف لما يتصلوا ويتصل شخص يقول لك يا جرد، ولا بصحابك في بنغازي يقول لك كم اطلعوا انتم يا شراقه وكذا وكذا كذا يعني. يعني تعرف انا طلعت كان في دكتور يلقي في يعني، اوكي تسامح، لكن اعطونا فرصتنا. احنا لم نستدع شخصيات هذه، وتم تنقيح الاسماء هذه من قبل وزاره الثقافه 3 مرات، فهمت؟ لعدم علمنا احنا بالوسط شن صاير فيه، الوسط الفني شن صاير فيه. في ناس هلبة زهره مصباح بالاسم ما من لم نستدعيها، لم فرض عليك، لم نستدعيها. هي جت حضرت، هذا موضوع ثاني، هي جت خشت، هذا موضوع ثاني، لكن احنا لم نستدعيها. في خدوجه صبري، زهره مصباح، نجميه بالخيال موجوده غادي، غيرها غيرها غيرها. حركوا دمنا من السبعينات ونحن في المجال، ما استهديت في وقت القذافي وتوا نحو ثقافة تعانق الوطن وتستشرف المستقبل. قبل هذا يلوم بعض المثقفين والأدباء والفنانين اللجنة التحضيرية بدعوة وجوه قالوا بأنهم كانوا يزمرون ويطبلون للنظام السابق. وليد بلامة، قناة ليبيا لكل الأحرار، طرابلس.